مشاهدينا الاعزاء اللزاز، اهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا لسه مكمله معانا. وعايزه افكركم بالاسرتين اللزاز اللي لسه منورنا، اسره الاستاذ جيدن وبيرلي وكريستين وجورج، واسره ساره ويوسف وعبير ومحمد. مش لسه فاكره، عادي جدا. يلا بينا نعرف هم عملوا ايه امبارح ونكمل مع بعض لعب وحكي وتحديات وحاجات كتيره جدا. يلا بينا. اكتر ممثل يوسف بيحبه؟ تامر حسني. يا راجل انا جاي العب، انا جاي. يعني هيبقى شكلي وحش قوي لو خسرت. قصتنا النهارده اسمها اصابع بيضاء وسوداء. يوسف هيطلع ولا ايه؟ يعني فنان فنان يعني. شكرا. الحلوة دي قامت تعجن في البابية. ودي بتنن كوكو كوكو في الفجرية. جينا بقى اللعبة من ألعاب التسعينات، لعبة دايماً كنت بخسر فيها أول واحدة. هنشوف مين اللي هيكمل معانا للآخر. كله عارف لعبة تماثيل اسكندرية؟ أيوة. أول ما أقول بقى النشيد بتاعنا، كل واحد هيعمل بوز بتاع التمثال ونشوف مين هيطلع آخر واحد. جاهزين؟ جاهزين. تماثيل اسكندرية، تماثيل استوديو مصر، تماثيل ما بتتحركش. اطلعي 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 اطلعي. في هنا حد بيضحك لوحده ولا ايه؟ ولا هو عامل بوز؟ ده عامل بوز انت كده. ماشي. اطلعي يا ساره. ايه ده بقى؟ انا اجي لك منين هنا بقى؟ ده اجي له منين ده؟ ده طلع لوحده ده. الله، عامله انت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. اطلعي. ماشي. يا سلام، عبد الحليم حافظ ده الرجل الغامض بسلامته، متخفي في نظارة. النظارة هنا؟ هل يعني بنبتسم؟ اوكي. يا سلام. اطلع يا يوسف، اطلع يا يوسف. ده امال انت بتعمل ايه؟ انا عامل وضع كده. يا سلام، بتضحك عليا. اطلع يا يوسف. ياه، الرجل الغامض بسلامته هو اللي كسب معانا النهارده. برافو يا جورج، ده ايه الوقار ده؟ شطاره حلاوه طعامه. جورج هو اللي كسب معانا النهارده. يلا بينا على طول نروح نبدا العاب التحدي بتاعتنا. جينا بقى لتحدي الكور، وبموت انا بقى في اللعبه دي. كل واحده يلا تمسك كورتها كده ومستعده تضرب على دماغ جوزها. صعبان عليك انت يا عيني. استاذ محمد مقلعين النضاره وربنا يستر، بس يعني احسن من ان النضاره تبقى في وشك. انا جاهزين؟ هحاول يعني. يلا نبتدي واحد واحد. لما اقول يلا واحد. الله الله الله، ايه ده ايه ده الحركات دي؟ يلا واحد. لا عايزين نسخن بقى. الله، خد يا ماما الكوره. اتنين. ايوه، برافو برافو. اتنين. الله، يلا تلاتة. اوكي تلاتة. لصالح جورج. الله الله الله، يلا أربعة. الله الله الله، يلا خدي الكرة يا مامي. خمسة. خمسة. فوق شوية وبيقول لك فوق شوية. يلا ستة. فوق شوية بيقول لك. الله 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 الله، ماشي. الله، إيه ده؟ سبعة. الله، سبعة. سبعة. الله 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 الله، يلا تمانية. يلا ميدو تمانية.
برافو 8. يلا يا مامي 8 بسرعة. اوبا اوبا ماشي 9 فاضل كورتين 9. الله 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 حلوة قوي 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 يا جورج وسخن. جورج سخن جورج سخن. أيوة يلا 9 9. الله أحلى 10 آخر كورة. يلا آخر كورة ماشي. يلا مامي بتساعد نفسها برافو. آخر الفرصة يا جورج هيبقوا 2 ولا 0. 2 1 0 1 0 لفريق كريستين وجورج. برافو جدا جدا جدا. يلا نخش على التحدي اللي بعده. جينا بقى للعبة اللي كلها توتر وأعصاب ملتهبة وحاجات كتيرة جدا. أنا بموت في اللعبة دي وبحب جدا أتفرج على رياكشنات الأسر الحقيقة وهي بتلعب اللعبة دي. عارفين الجينجا؟ عارفين تعملوا فيها ايه؟ هنحاول. هتتفرج؟ لا حضرتك هتبتدي اصلا. اخر واحد. حضرتك اللي هتبتدي اساسا. انا؟ اه والله اتفضل يا استاذ محمد كده. انا رامي ان هم اللي لا لا اتفضل على طول. يلا بينا. عارف هتعمل ايه؟ المفروض اخد واحده من تحت بايد واحده وندخلها فوق. طيب فوق. اه بنبني طول. يا جماعه لازم يبقى انا اول واحد بوسط اللعبه. يعني ممكن تبقى لا. بايد واحده. بايد واحده. فين بقى الاتزان بقى؟ احنا قلنا بنحرك عرايس بقى وتمام. مش بحرك خشب. في عرايس خشب على فكره. ماشي. نحطها كده مثلا. برافو. ناخد بالنا واحنا بنحطها واحنا راجعين. دي نصيحه. يلا يا جورج. يا نهار ابيض. خلي بالك يا جورج. خلي بالك يا جورج احنا لسه في الاول. هي كده. اي حته. بالراحه. بالراحه وبتأني. كريستين ايه؟ كريستين هتموت. ايه يا جورج؟ لا 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 واحنا بنحطها ناخد بالنا. يلا يا عبير. هتقع ولا ايه؟ ماشي انا. يلا يا عبير. ما ينفعش نتسحب قبل ما. لا ليه ليه كده؟ ليه اليأس ده؟ هو كده انا مش انت جايه اهم واحده تلعبي النهارده. انا شكلك ايه قلتي ايه؟ الله 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 روح يا بيرو. الله 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 الله. طيب من اولها. لا لا ماشي. لا واحدة بس. اوكي. ابو يا عبير. يوسف ايه؟ يا نهار. حطيها على الجنب هناك. ابو يا ماما. على الجنب هناك. الله. ايوه والله عليك يا ماما بيقول لك. يلا يا ماما تعالي يا كريستين. هيبقى منظرك وحش قوي لو وقعتيها. اكيد بتلعبوها دي بالراحه يا كريستين وانت داخله وانت طالعه. انت قلتي اول حاجه هيبقى منظري وحش قوي لو خسرت في اللعب. عندك فوق وعندك تحت شوفي المضمون. يا نهار ابيض فعلا. انا عارفه انا هتقع 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 يا ساره. اي كريستين هتقع. كريستين لسه لسه طارم طارم طم 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 طم. عايش يا بنتي. عايش يا كريستين والله. شابو. لا في الاول ليه كده؟ ليه بتعملي كده؟ ماشي نعمل بامبي. قال يعني بالانس. برافو يا كريستين. ما كملناش للاسف. الحلو ما كملش. ما دخلناش اصلا على الولاد وما لحقناش نكمل اي حاجه خالص. يلا نخش على التحدي اللي جاي ونشوف بقى مين هيكسب في التحدي اللي جاي. جينا لاخر لعبه من العاب التحدي النهارده. معانا يوسف وبيرلا. هنشوف مين فيهم اللي هيوصل للبالونه الاخيره. كل واحد عرف هيعمل ايه واحنا مستعدين للتشجيع. ونقول على طول ما حدش هيتحرك الا لما انا اقول له. نقول على طول ريدي ستاديان جاهزين جو. الله ما فيش ولا واحده فرقعت.
ولا واحدة فرقعت. برافو. لا 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 ما حدش يتحرك، ارجعوا مكانكم، ما حدش يتحرك. برافو ارجعي عند البالونة الأولى، اتحركي على البالونة الأولى بس هنا. برافو اتحرك جنبها. برافو برافو برافو. اطلع قدام سنة، اطلع قدام سنة. برافو اتحرك واحدتين، واحدة جيبي من اللي تحت يلا. برافو اتحرك كمان يا يوسف، اتحرك كمان يا يوسف، اتحرك يا يوسف. برافو يا يوسف اتحرك واحدة. يلا يلا يا يوسف، يلا يا كات، يلا يا كيرلا. بس يوسف من عندك، من عندك، احنا هنا وصلنا للاخر. جنبه بقى، جنبه بس هنا، من هنا من عندك. يلا مين اللي هيكسب؟ مين اللي في الاخر؟ مين اللي هيفرق على الاخيره؟ الله. وبكده تعالوا بقى نشوف مين اللي هيعمل ايه في البلاي ستيشن على طول. برافو يا بيرل. جينا بقى للبلاي ستيشن، واللي هيلعبوا النهارده بلاي ستيشن معانا البنوتين الاستاذه ساره والاستاذه بيرلي، وجاهزين وهيلعبوا سباق عربيات. نبتدوا على طول ونشوف مين يا ترى اللي هيسبق. مين اللي معاه العربيه الحمراء؟ مع العربية الحمراء بيرلي، واللي مع العربية الزرقاء سارة. وسباق واضح ان هو سريع، في تركيز رهيب. أول مرة تلعبوا ولا بتلعبوا دايما عربيات بنات؟ أول مرة. دي تاني مرة. دي تاني مرة وأنتِ أول مرة؟ شكلكم شاطرين قوي. شاطرين قوي. يلا يا ساسو. يلا يا سارة. الله. الحمد لله طبعاً ده بلاي ستيشن، عشان احنا لو ماشيين كده في الشارع هيحصل مشاكل كتيرة. مش كده ولا ايه؟ صح؟ لازم ناخد بالنا واحنا ماشيين في الشارع من السرعه. مين بقى اللي عمال ياخد الجوائز دي؟ مين اللي زرقاء؟ بيرلي. بيرلي ناصحه قوي. انت الحمراء؟ ساره اللي ناصحه. بس بيرلي اللي سابقه. يلا يا لولو. ساره ناصحه. ركزي يا ساره. بيرلي سابقه. ساره اللي 12. سابقه في حبه صغيرين بس سابقه. يلا يا ساره. انتوا بتلعبوا على الموبايل لعب بقى ولا بتلعبوش؟ انا بلعب على الموبايل كتير. عادي؟ بتلعبي ايه، عربيات برضو؟ انا ما عنديش لعبة عربيات. بتلعبي ايه على الموبايل؟ بلعب لعبة مكياج وحاجات ثانية. مكياج وحاجات؟ الله، بحب قوي الحاجات دي. كنت بحب برضو المكياج وبحب العربيات. انا بحب لعب العربيات برضو. العربيات حلوة برضو ها؟ اه. واضح ان انت شاطرة فيها. كملي يا سارة. عايزين بيخبطوا بعض. مين اللي بيخبطوا في بعض؟ هما. انا دلوقتي مش عارفه مين فيكم اللي كسبان. استنى، مين حمرا؟ هي الحمرا. هي الحمرا اللي سابقه. ايه ده يا ساره؟ ايه ده، في حد عنده مشكله بنزين؟ انا. اوف، عشان ما خدتيش ال ما شحنتيش زي ساره. برافو يا ساره. عندنا مشكله بنزين. يلا يا ساره. عامه لو احنا في الحياه العاديه او عندنا مشكله بنزين بنعمل ايه؟ بنروح البنزين. بس لو هي صفرت كده هنعمل ايه؟ ايه ده؟ سارة اللي كسبت يا جماعة على سهوة. سارة سارة المركز السادس. سارة هي المركز السادس وكسبت سارة. ولسه بيرلي مكملة رغم ان هي عندها مشكلة في البنزين. يا بيرلي. اي 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 على القلبة. معلش 16 فرق بينهم 10 مراكز. برافو سارة. سارة هي اللي خدت ولعبت بقى البلاي ستيشن. تعالوا بعد كده بقى نروح نشوف ايه اللعبة والمهمة اللي بعدها. برافو برافو. كونكت فور النهارده مع الامهات، والفريق واقف بيشجع من كل قلبه، واضح جدا الحماس. هنشوف مين من الفريق الاحمر ولا الاصفر ايه اللي هيعمل بسرعه جدا صف من 4 كور. ونبتدي على طول ونقول يلا الفريق الاحمر، نبتدي على طول. يلا نشجع. يلا اوبا، اول واحده تخش على طول. برافو والله. صفرا اللي بعده. الله حمرا. يلا 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 يا كيتي. صفرا. يلا يا عمير. يلا يا كريستين. الله يا كريستين. الله يا كريستين. يلا يا عبير.
ايوه اه راحت قافله ما قفلتش. يلا شكلها هتلعب، شكلها كده هتلعب. يلا يا عبير شكلها كده. الله يلا يا كريستين. تيتي يلا يا بيرو، يلا يا بيرو، يلا يا كيتي. الاصفر اصفر يلا. الله احمر ولا واحده بتخش. شكلها هتلعب، شكلها. فاضل لك واحده، فاضل لك واحده لسه. يلا يا عبير اه هتقفل عليكي. يلا ارجوكي بتقول. يلا اصفر اصفر اقفلي عليها. ما قفلتش. يلا احمر عندك واحده لو دخلت. ماشي لسه لسه. يلا اصفر اصفر ماشي. احمر يلا. برافو والله مركزه جدا كيتي. يلا يا عبير مش كل مره. يلا يلا كيتي عبير ماشي. برافو كيتي عامله ايه. جت من هنا جت من هنا جت من هنا. اوبا الله 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 الله. نزلها لك اهي. اربعه كيتي اللي كسب كريستين. برافو كريستين. يلا نروح بسرعه جدا 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 نشوف ونسمع حدوته من يحيى وكنوز ونرجع تاني على طول. برافو برافو برافو. بيكوا يا أصحابي، دلوقتي البالون هيخونا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو عن المسلات في مصر القديمة. يلا بينا نشوف. ياه يا ولاد، رحلة النهاردة كانت جميلة قوي. شفت بقى اختياراتي يا سينو؟ قلت لك برج القاهرة هيعجبك. أنا كنت متخيل إن أعلى مكان في عاصمة القاهرة هو الهرم الأكبر، لكن أعتقد إن برج القاهرة أعلى. البرج فعلاً أطول ياسينو تقريباً ب 43 متر. يعني التصميم مستوحى من الحضارة المصرية القديمة. تصميمات كتير في زماننا ياسينو أفكارها من الحضارة المصرية القديمة، يعني عمدان معبد الأقصر على هيئة زهرة اللوتس زي برج القاهرة. وفي عمدان على هيئة النخيل، وعمدان واخدة تصميم ورقة البردي. تصميم ونحت التماثيل في مصر القديمة ملوش مثيل في أي حضارة تانية. وعارفين إيه كمان يا ولاد كان مبهر في تصميم ونحته؟ المسلات المصرية القديمة. هم ليه سموها مسلة؟ المصريين القدماء سموها تخن، ومع مرور الزمن وتقدم العصور ظهر اسم المسلة ومعناها في اللغة العربية الإبرة الكبيرة، وده عشان رأسها المدببة واللي شبه الإبرة. ملوك حكموا العالم القديم وتفوقوا في العلوم والفنون، ما كانش صعب عليهم ينحتوا مسلات بالجمال ده. في حوالي 14 مسلة مصرية قديمة في أشهر ميادين العالم. في مسلة موجودة في باريس عاصمة فرنسا بناها الملك رمسيس الثاني، واللي كانت موجودة في واجهة معبد الأقصر. المسلة دي مكتوب عليها باللغة المصرية القديمة: رمسيس قاهر الشعوب الأجنبية والمحارب الذي هزم ملايين الخصوم والأعداء. وباقي مسلات الملك رمسيس راحت فين؟ في أكتر من مسلة مصرية قديمة اتنحتوا في عهد الملك رمسيس الثاني موجودين في إيطاليا، خرجوا من مصر في عهد الدولة الرومانية. ومسلات باقي الملوك؟ في مسلة كمان في لندن عاصمة إنجلترا. المسلة دي طولها حوالي 20 متر. المسلة دي سموها باسم مسلة كليوباترا، لكن الحقيقة إن اللي نحتها الملك المصري تحتمس الثالث عند معبد عين شمس. صحيح يا سينو، هي كليوباترا ملكة مصرية؟ كليوباترا عاشت في مصر لكنها مش من كمت. كليوباترا كانت من حكام الدولة البطلمية. وقبل ما أنسى، الملك تحتمس كان ناحت مسلتين في معبد عين شمس. المسلة التانية في دولة تانية خالص يا سينو، في نيويورك في الولايات المتحدة. مش بنقول لك الحضارة المصرية بتحكم العالم كله؟ قولوا لي بقى، انتوا عرفتوا كل المعلومات دي منين؟ هو انت فاكر انك مصدر المعلومات الوحيد ولا ايه؟ اما الاستاذ عصام مدرس التاريخ في مدرستنا بيعمل ايه؟ كده يا طب ماشي ماشي، انا مش قايل ولا كلمة من هنا ورايح، ماشي؟ خلاص يا سينو، انت عارف اننا ما نقدرش نستغنى عنك. رحلة سعيدة.
وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. هو في مسلات تانية غير اللي قالوا عليها يحيى وكنوز؟ طبعاً في مسلات كتيرة زي مسلة تحتمس الرابع واللي من أعلى مسلات مصر واللي حالياً موجودة في روما عاصمة إيطاليا. طب إيه المسلات اللي لسه موجودة في مصر؟ مصر فيها مسلات كتير زي مسلة ميدان التحرير، المسلة المعلقة واللي حالياً هتعرض في المتحف الكبير، وكمان في المسلة الناقصة في أسوان واللي ما تمش نحتها للآخر. ودلوقتي خلصت حكايتنا، استنونا حكاية جديدة ورحلة سعيدة. جينا بقى لفقرة المطبخ، وهنعمل بقى حاجة لذيذة جداً 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 عشان نعرف نساعد مامتنا في المطبخ. مين بيساعد ماما في المطبخ؟ أنا. كله بيساعد ماما؟ يعني بتعملوا أكل ولا بتنظفوا معاها؟ بساعد شوية يعني. بتعمل إيه؟ أنا؟ بساعد شوية يعني. بتساعد شوية بتعمل إيه يعني؟ يعني مثلاً لو ماما طلبت مني حاجات تحصل زمان، لو ماما كانت بتطلب مني بيض من زمان كنت بجيب لها. تجيب لها مثلاً بيض من التلاجة. حلو قوي. بعمل لها ده من زمان. من زمان؟ أصل التلاجة دلوقتي بقت قريبة يعني من من البوتاجاز. وليه يا سارة بتعملي إيه في المطبخ؟ أنا لما بعوز أغسل المواعين أو ماما بتقول لي أغسل المواعين بغسلهم نفسي، وماما بتقول لي أغسل المواعين بغسل المواعين. إيه الحلاوة دي؟ وبساعد ماما في الأكل وبروق الشقة معاها. يا ولد دي حلوة قوي. وأنت كمان يا جو؟ يعني انا ساعات بقى ايه بصحى بعمل حاجات لنفسي انا في المطبخ. الله، بتعمل فطارك بقى بنفسك وكده، بتعمل ايه بقى؟ ساندوتشز مثلا، بيض اومليت، وبعدين اقوم حاطه فين، وبعدين اقوم مشوحه زي جريل كده. ده صاحب مزاج يا جماعه. بيرلي بتعملي ايه بقى وانت كبيره كده وحلوه؟ بعمل اي انواع بيض، نايس. ماما اللي بتستخدم الزيت ولا انتوا عرفتوا تستخدموا الزيت؟ انا بعرف. اوكي، بس مش الزيت ده، انا اللي هستخدم الزيت ده النهارده عشان ده زيت قلي. طيب هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل كرات البطاطس اللذيذه جدا او البوتيتو بولز، وهنعمل كمان عصير شوكولاته. نبتدي بالعصير الاول عشان نخلي الشباب يبتدوا يجهزوا. عندنا هنا الخلاط بتاعنا يا اساتذه، اوكي؟ هنحط بقى ايه؟ هنميكس كل الحاجات اللي عندنا دي في بعضها، شويه تلج وشويه شوكولاته سايحه وشويه كاكاو وشويه فانيليا واللبن في الاخر، وبعدين لما تبقوا جاهزين قولوا لي عشان نخلط بس الخلاط. بس التلج مش هنحطه. هنحطه عشان يبقى ساقع وحلو وجميل. لا يعني نحطه اول حاجه في الخلاط. يلا حطه في الخلاط. هنا بقى هنعمل ايه يا اولاد؟ محتاجين هنا الاول نميكس كرات البطاطس بتاعتنا. عندنا بطاطس مسلوقه ومهروسه، هنعمل فيها ايه؟ هنحط كل الحاجات اللي عندنا دي. اول حاجه هنحط، ممكن تساعديني تجيبي معلقه يا بيرلي؟ انتوا بتوقعوا ولا ايه؟ لا هما بيفضلوا. ماشي اوكي. شكرا. هنحط الاول الزبده بتاعتنا على البطاطس كده اهو، اوكي؟ ماشي. وبعدين ايه اللي نخلصه نحطه تحت كده. وبعدين نحط ايه تاني؟ نحط البقدونس. بقدونس بقى مع البطاطس بيدي طعم خطير. وبعدين نحط شويه بقسماط. ليه؟ مين عارف ليه؟ علشان يمسك. الله الله يا يوسف، الله مزيكا برضو، فنان يا جماعه، فنان يا جماعه. انتوا عارفين الطبخ ده فن؟ عارف يعني زي الغنى كده بالظبط. الله. طب وانت بتطبخ بقى بتغني ولا بتعمل ايه؟ بدندن. بتدندن. طيب هنحط بيضه كمان، البيضه اهي. ما تغني لنا بقى واحنا بنطبخ كده، ما تقلبي كده، قلبي يلا. غني لنا اي حاجه كده، هنشوف هنا العصير بيحصل ايه. غني لنا كده واحنا في المطبخ. استنى اجيب لكم معلقه. يلا معلقه هنا، محتاجين معلقه. العفو، يلا يا صرصوره. استنى انت ماسك لها اللبن كده ليه؟ ما تخلص عشان ما يقعش عليك. واللي فدي ناخده من هنا ونحطه هنا. ما بتغنيش ليه يا جو؟ مش عارفه افكر في اي. فكر كده. فكر كده، احنا حاطين ملح وفلفل ولا لسه؟ ايه؟ لسه. ماشي. ايه بقى نغني ايه؟ هنحط بقى شويه ايه؟ فلفل عشان ايه يظبطوا كده. في اغنيه كده قديمه شويه. وشويه ملح، ونبتدي نوطي على الزيت هنا عشان ما ايه ما يتحرقش، ابتدى ايه يطلع دخان.
هنغني ولا ايه؟ هنغني اغنيه. يلا يلا قلبي. عشان علمونا نحب الوطن، خلينا اما نكبر نكون زيهم، ما نضعفش حتى في عز المحن، وجيلنا اللي طالع يطلع لهم تحية في قلوبنا وتعظيم سلام لأكبر بلدنا وكل احترام. دينا السهر للهم عشان ناس تنام. أيوة. مرتاحين. هنحمي البلد دي لآخر الزمان. هنقلبها في الخلاط. وري عدوك وكل لكن وري عدوك وكل اللي كان. احنا مين؟ احنا مين؟ المصريين. عدوا ألف محنة حولوها بانتصار. نسعناها عالبلد بصحية للنهار، واستحالة حد فيهم يقبل انكسار. سالمين المصريين. يا حلاوة طعم والله. برافو برافو برافو. عايزين نخلع طلعة طير. طيب خلطناه حلو قوي كده كده. حلو جميل ماشي. العصير ابتدى يجهز. احنا هنفضل نقلب في دي لحد ما تبقى شبه دي، عشان احنا عندنا واحده جاهزه. هنقعد نقلب في دي لحد ما تمسك نفسها وتبقى شبه دي، ونبتدي بقى على طول نعمل الكرات بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى يا شباب. بص يا بيرلا، وبص بقى ناخد الكده ايه. بصي بقى بنعمل كده اهو. بيرلا ممكن تساعديني وننزل الفاضي تحت، ونقوم حاطين حته جبنه كده واقفلين عليها كده اهو كده اهو. خلاص خلاص خلاص. ونعملها كوره كده ها، ونقوم مجهزينها. اللي يجهز الكوره يديني عشان ارميها في الزيت. حاسبي يا بيرلا عشان الزيت. يلا جهزوا كور وادوهاني. ماشي. يلا بس ثانيه، هو مش المفروض تتحط في البيض وبعدين؟ ايوه صح، انت بتتكلم صح. انا نسيت احطها في البيض. برافو يا يوسف، انت مركز. طبعا مركز. احنا بس ايه، لولا ان احنا حاطين بيض وبقسماط مش هتبوظ قوي يعني. يلا بيضه وبقسماطه. ازاي انا نسيت الخطوه دي يا استاذ يوسف؟ ما اعرفش. يا سلام وانت مركز. يا سلام. يلا ايوه، حطينا الجبنه، نحطها في البيضه ونحطها في البقسماطه كده اهو بالظبط كده اهو. ايوه شطور يا يوسف والله. انا قلت حضرتك ازاي إيه؟ يعني من ايه؟ البس بيض بعدين الجبنه وبعدين خلاص كده. ايوه اعملوا بقى كور كتير عشان أتفضل. انا بقلي اهو. اتفضلي. شكرا. انا احط انا في الزيت. الاخبار حلوه عندنا. خلصنا. الاخبار حلوه عندكم والاخبار حلوه قوي عندنا برضو. خلصنا. ما احنا جايين بقى نشوف اللي عندكم بيحصل فيه ايه. الريحه الصحيه عندكم. يلا بس نخلص كده. معلش يا ولاد، ممكن حد يجي يساعدنا؟ انا جاي اساعدك حالا. انا هحط بس فينا زيت. عايزين ايه؟ ناخد بالنا. هاتي يا روحي. يلا افريقي. يلا في هنا يا نهار ابيض على العصير اللي هناك ده. يا نهار ابيض. يلا انتوا بقى ايه كوروا. بيرلي انا ممكن اعتمد عليكي انك تعملي كده، انت كبيره صح؟ اه. ممكن مثلا تيجي اوطي لك الزيت. كمان بتعمل ال بتعمل الشاي بجد؟ اه. طب تعرفي تعملي دي ولا اعملها انا؟ نقلب بالراحه جدا من بعيد. يلا تعالي انا ادي بيرلي عشان اشوف العصير. ايوه ادي بيرلي، وبيرلي هتقلب على الزيت. حلوه جدا. نشوف بقى هنا بيحصل ايه يا شباب. وروني كده ايه الحلاوه دي. ايه تعالوا ننزل دول تحت. يلا مش عايزينه. مش عايزينه؟ نو. خلصتوا العصير؟ العبوا جلوفز بقى عشان نعرف ايه. تعرفوا تصبوه؟ ماشي. اصب انا ماشي. صبوا انتوا. الاعتماد على النفس جميل برضه. حلو قوي كده. يلا كفايه. هنا شويه. هنا. ايوه. برافو. برافو. شطاره. يلا كل واحده بقى او كل واحد يقفل بقى. شوف هنا اخبار الزيت ايه. وريني يا بيرلي. برافو. هاتي اهو، طلعها قبل ما تتحرق. ماشي. شطاره حلاوه طعامه لذيذه. تهالي كفايه كده يا ولاد. ايه كفايه كور كده. ما غريب. واحده ايه هتتحرق. استنوا نطلعها. جميل. لا لسه نقلب دي. نقلب دي. كفايه كور كده. انتوا بتشربوا العصير ها؟ اه. اه ايه اخباره عندكم ايه؟ تحفة. طب تعالوا نروق هنا. ده زي الفل. زي الفل كمان؟ اه. في مناديل عندنا هنا يا ولاد؟ اهي اهي. مناديل اهي. نحاول ننضف بقى هنا بسرعة عشان احنا قلنا ايه؟ اقلع جلافزات ولا اه اقلع جلافز. يلا. اقلعوا؟
ايوه مش خلصنا؟ بننظف المطبخ دي اهم حاجه. باسكت ورانا صح؟ يلا فين الباسكت؟ باسكت. فين الباسكت؟ باسكت اهو. انا هلحق اللي بتتحرق دي قبل ما تتحرق. اهي لونها جميل. ونعمل كده اهو. ايوه يا يوسف ساعدني. إيه؟ في الباسكت. في الباسكت. هاتي الباسكت. هاتوا الباسكت. شطاره حلاوه طعامه لذاذه. دي لسه شويه عليها. الله 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 يا يوسف. الله يا يوسف. الوجبه دي طبعا يا جماعه ممكن تبقى فطار، ممكن تبقى عشاء، ممكن تبقى مع الغداء، وممكن تبقى سناك كمان بناخدها معانا في اللانش بوكس بتاعتنا. مغذيه لذيذه، فيها بوتاسيوم بتدي انرجي او بتدي طاقه، وفيها فيتامينات، وبتخلينا نبقى عارفين نركز وعارفين يبقى عندنا انرجي. ممكن نقفل الزيت ده بقى كفايه عليه كده وننقله كده. سريعه ولذيذه وديليشس كمان. فيها جبنه، احنا هنسيب دول بقى ايه يصفوا الزيت بتاعهم على جنب كده. لسه هنعمل تاني؟ نبعد عن الزيت؟ لا هنرتب بقى ايه اللي عندنا ونحط بقى دول ايه؟ في واحدة واقفة. اه كده اهو. كده اهو. ايوه كده اهو. ماشي شكرا. هي المناديل فين؟ وكده اهو. عايز المناديل؟ اه تحتي. وكده اهو. وكده اهو. ايوه. ونبقى خلصنا الطبق بتاعنا بسلام وامان وجاهز عشان يدي. انتوا دقتوا العصير؟ اه طبعا. اخباره ايه؟ لا انا ما دقتوش. كله زي الحلو. زي الحلو، وانت كلك شوكولاته هنا اهو، والدنيا رهيبه رهيبه رهيبه. ممكن ندوق طبعا اللي طلع، وممكن ندوق من ده. وبكده يبقى خلصنا طبختنا الحلوه النهارده. سهله؟ قوي قوي قوي. هتجربوها في البيت؟ طبعا. يعني انتوا هتعملوا العصير ده في البيت؟ اه. وانتوا هتعملوا البطاطس دي في البيت؟ طيب اما نشوف بقى. هنروح بقى ندوق الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها، وبكده يبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا النهارده. وهنروح نغني اغنيه حلوه قوي لست الكل، عشان دايما ست الكل تستاهل احلى الاغاني اللي في الكون. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا ندوق بقى. يلا. وكأنك كده أول مرة سمعتيها.